النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي مع فيروز مكي. أهلا بكم في النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. لجنة الكرة بالأهلي تؤكد على ثقتها في البدري. الأهلي يدعو آل الشيخ لحضور ودية أتلتيكو. والإماراتي محمد عبد الله الأقرب لإدارة السوبر تحكيميا. بكم مجددا والى التفاصيل. اكدت لجنه الكره بالنادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب على ثقتها في حسام البدري المدير الفني للفريق الاول لكره القدم. وعقدت اللجنه جلسه اليوم بحضور عبد العزيز عبد الشافي وعلاء عبد الصادق، وتم مناقشه احوال الفريق ونتائجه في الفتره الاخيره. وأكدت اللجنة على الدعم والمساندة لكل اللاعبين والجهاز الفني من أجل تحقيق طموحات الجمهور والأعضاء. استقرت لجنة الكرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب على دراسة كل العروض المقدمة للاعبي الفريق عقب مباراة أتلتيكو مدريد الأسباني والمقرر لها السبت المقبل. وتلقى العديد من اللاعبين عروضا داخلية وخارجية سيتم البت فيها عقب المباراة الودية. تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي عرضا من أحد المؤسسات الرياضية الكويتية لإنشاء أكاديمية النادي هناك. وينتهي العقد الحالي لأكاديمية النادي في الكويت مارس المقبل، ومن المنتظر أن يعلن النادي عن مزايدة في الفترة المقبلة قبل توقيع عقد جديد. قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة كابتن حسام البدري إقامة تدريبات الفريق الأخيرة مساء غد الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة بتروجيت الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري. واستقر الجهاز على سفر إلى الإسكندرية صباح الخميس قبل أن يتدرب مساء. كابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول اختصار معسكر فريقه بالإسكندرية على اختيار مجموعة اللاعبين والتي ستشارك في مباراة بتروجيت لسفر مع الفريق غدا الخميس، وذلك لفرض حالة من التركيز نظرا لأهمية المباراة. كما استقر البدري على استدعاء المجموعة المختارة لمباراة أتلتيكو مدريد يوم الجمعة للدخول في معسكر مغلق والمبيت بالإسكندرية.
يغيب النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن المشاركة في مباراة الأهلي أمام بتروجيت لاستمرار الأجازة والتي حصل عليها وسافر على إثرها إلى بلاده لإنهاء بعض أموره الشخصية المتعلقة بعائلته. وكان أجاي قد غاب عن مباراة وادي دجلة الماضية بسبب ظروف الإيقاف ليواصل غيابه عن الفريق في مباراته المقبلة أمام بتروجيت. أكد أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي على أهمية مباراة أتلتيكو مدريد والمحدد لها السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية والتي تقام تحت شعار السلام ضد الإرهاب. وأوضح أيوب أن هذه المباراة تهدف إلى نقل صورة حقيقية لسمعة مصر الطيبة ورسالة سلام سامية أمام العالم أجمع. وأضاف المدرب العام للنادي الأهلي أن هذه المباراة لن تهدف إلى نتيجة فنية بقدر ما ستشهده من احتفالية كبرى تصل إلى العالم بصورة مشرفة وطيبة عن مصر في هذا الوقت الراهن. وأتمنى أيوب أن تحقق المباراة أهدافها في توصيل صورة جيدة عن مصر للعالم، وتؤكد أن شعب مصر يطمح في السلام، مؤكدا أن وجود فريق بحجم أتلتيكو مدريد سيكون له دور إيجابي في نقل هذه الصورة. شدد أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي على جدية استعدادات الفريق أمام في مباراة بتروجيت المقبلة في الدوري الممتاز والمحدد لها الجمعة المقبل. وأضاف أن الفوز في هذه المباراة هو هدف جميع اللاعبين والجهاز الفني لاستعادة مسيرة الانتصارات. وأكد أيوب على أن الأهلي يسير بخطى جيدة في الدوري وليس بالوضع المقلق والذي يحاول البعض أن يصدره للجماهير، موضحا أن المنافسة قوية بين كل الأندية وفقدان بعض النقاط ليس نهاية المطاف. وحاول خطيرة سريعة والعرضية جميلة، رأسية اكتفى كابتن عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء تدريبات التأهيلية على هامش ميران الفريق الجماعي اليوم الأربعاء على ملعب مختار تتش بالجزيرة. ويعاني متعب من نزلة برد أبعدته عن المشاركة في الميران الجماعي أمس الثلاثاء، حيث اكتفى بأداء تدريبات التأهيلية في الملعب وصالة الجيم على هامش ميران اليوم. أوضح خالد محمود طيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقفه من الثنائي رامي ربيعة وسعد سمير مدافعي الفريق، حيث أكد أن ربيعة جاهز للمشاركة مع الفريق بعد تماثله للشفاء من ألم الحوض. وأضاف خالد محمود أن سعد سمير سيخضع لفحص طبي عقب مباراة بتروجيت، مشيرا إلى أن اللاعب تمثل للشفاء بشكل كبير ولا يحتاج سوى للتأهيل للتأكد من التئام إصابته بمزق في الرباط الداخلي للركبة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي. كريم أهلا بك. أهلا بك يا فيروز، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناة الأهلي. كريم احكي لنا عن أخبار التمرين النهارده.
بالتالي يمكن بيستأنف النادي الاهلي تدريباته بدون راحه. امس كان التدريب طبعا عقب المباراه الاخيره، واليوم ايضا كمان تدريب كان المفروض يكون فيها الساعه 3 عصرا، لكن بدا الساعه 4 عصرا نظرا طبعا لسبق المران. كان في اجتماع للجنه الكره بقياده الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وايضا المتواجد في لجنه الكره بجانب الكابتن عبد العزيز عبد الشافي والكابتن علاء عبد الصادق. اجتماع كان يمكن ما اخذش وقت طويل مع الكابتن حسام البدري والكابتن سيد عبد الحفيظ، تطرقوا يمكن لبعض الامور الخاصه بالفريق، الفريق محتاج ايه الفتره القادمه، كمان الحديث عن لماذا النادي الاهلي يخسر هذه النقاط خلال المباريات الماضيه، امور كثيره تحدث عنها لجنه الكره مع كابتن حسام البدري. تلاها على طول مباشره محاضره للكابتن حسام مع كافه اللاعبين داخل غرف قلع الملابس. الحديث كان طبعا كان في بعض الامور الفنيه ومحاضره فيديو كالعاده طبعا للجهاز الفني النادي الاهلي، وايضا حديث عن الفتره القادمه. لابد ان النادي الاهلي الفتره القادمه يكون في تركيز شديد جدا 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 خلال الايام القادمه، انطلاقا من مباراه بتروجيت. كمان فقد النقاط اتكلم عليه الكابتن حسام البدري، قال النادي الاهلي بيفقد نقاط عديده جدا، 7 نقاط في 4 مباريات، امر ما تعودناش عليه بالنسبه للنادي الاهلي، واللعيبه يمكن كمان خدت عهد على نفسها تكون انطلاقه مباراه بتروجيت ان شاء الله هي الان ان شاء الله الاقوى تكون للنادي الاهلي. بدا المران كعادته ببعض الفقرات البدنيه للكابتن انيس الشعلالي، لكن كان في تخصيص فقره طبعا لكل اللاعبين اللي بيشاركوا بصفه مستمره. تدريب خفيف النهارده كان مع الكابتن ابو العلا والكابتن طارق عبد العزيز، يعني تدريب استشفائي طبعا نظرا لتلاحم المباريات، عارفين المباريات بتكون متلاحمه بشكل كبير، فاي محاوله يكون التقاط الانفاس بتكون امر بيفيد جدا كل اللاعبين. النهارده كمان بيعود اكثر من لاعب وبيغيب اكثر من لاعب كعاده النادي الاهلي، النهارده تاكيد رامي ربيعه بشكل كبير جدا ان شاء الله يكون متواجد في مباراه بتروجيت اليوم الثاني على التوالي، بيشارك رامي ربيعه فيها تدريب بشكل كامل، واطمنا من الجهاز الطبي من كابتن الدكتور خالد محمود قال رامي ربيعه جاهز بشكل كبير جدا وطبق الرؤيه الفنيه للكابتن حسام البدري. بجانبه كمان مروان محسن اللي بياخد جرعات كثيره من التدريبات، وايضا كمان بيعلن جاهزيته فنيا وبدنيا ان شاء الله للمباريات القادمه، وتعود ايضا الرؤيه للكابتن حسام البدري. لكن يمكن الغيابات طبعا اللي بنتكلم عليها على راسهم سعد سمير، النهارده شفناه بيأدي بعض التدريبات المنفرده قبل انطلاق المران، وايضا خلال المران كان متواجد مع الكابتن محمد ابو العلا. مؤمن زكريا النهارده لم يشارك في المران الجماعي، ايضا امس لم يشارك بسبب كدمه في الكاحل تعرض بها في المباراه الاخيره، النهارده كان بيأدي بعض التدريبات المنفرده، كان جري خفيف حول الملعب، وايضا كمان بعض التدريبات التاهيليه في الجيم. استمرار غياب محمد نجيب اللي بيؤدي ايضا التدريبات التاهيليه. عماد متعب ايضا النهارده لم يشارك في التدريب بشكل كامل، شارك في جزء بسيط جدا في الجيم نظرا ليه، ايضا كمان كان غاب امس عن التدريبات، عنده حاله برد ونزله برد قويه جدا، فكانت طبيب النادي الاهلي او الجهاز الطبي فضل ان ما يبقاش في اي مشاركات بالكره. فكمان ايضا كمان النهارده يمكن كان عنده طبعا دوار خفيف جدا، دوار خفيف خلال المران اللي فات، فكان في حرص كبير من الجهاز الطبي. زي ما بقول لك كل اللعيبه يمكن لعيبه مجهده بشكل كبير جدا، فيروس بيبقى في اي محاوله من الجهاز الطبي او الجهاز الفني النادي الاهلي ان يبقى في اي راحه نظرا لالتحام المباريات، فبيلبي اكيد الجهاز الطبي ليها دي الامور الخاصه باللاعبين. غدا ان شاء الله مش هيبقى في تمرين في الملعب مختار اتش، هيكون المران في الاسكندريه. النادي الاهلي هيغادر غدا في الساعه 11 صباحا الى الاسكندريه للدخول في معسكر مغلق لمباراه بتروجيت، ويليها طبعا المباراه القويه والعالميه مباراه اتلتيكو مدريد، لكن التركيز كله من الكابتن حسام البدري في مباراه الاهلي وبتروجيت. وكمان كان القرار المميز جدا من الكابتن حسام عدم اصطحاب بكافه اللاعبين الى فندق الاقامه في الاسكندريه، عايز يعمل حاله من التركيز وفرض تركيز كبير لاهميه مباراه بتروجيت، واكيد هيكون بعد يوم المباراه ان شاء الله للنادي الاهلي وبتروجيت هيلحق دافع اللاعبين الى معسكر فريق النادي الاهلي. يبقى فيروز كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله أكيد. يكون موفق في مباراه بتروجيت باذن الله. اكيد كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معايا عبر الهاتف.
بعد الأخبار من جديد، وجهت إدارة النادي الأهلي دعوتها لعدد من أبرز الشخصيات الرياضية في مصر والوطن العربي لحضور مباراة أتلتيكو مدريد الأسباني والتي تقام تحت شعار السلام ضد الإرهاب. وعلى رأس القائمة رئيس هيئة الرياضة السعودية المستشار تركي آل الشيخ والسفير السعودي بجمهورية مصر العربية السفير أحمد القطان. ومن المقرر أن يصل أتلتيكو مدريد في 8 من مساء الجمعة المقبل إلى برج العرب مباشرة على متن طائرة خاصة، على أن يعقد مؤتمرا صحفيا موسع يحضره المدير الفني للأتلتي سيمينيو ومعه نجم الفريق غريزمان. فاصل قصير ونعود إلى أخبار اتحاد الكرة ومنتخبنا الوطني.